السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جتنا شاشة اليوم العطل مالها بس تومض، بس يشتغل أول مرة الساند باي وبعدين تشتغل وتطفى الشاشة بهذا الشكل، وصير بها ومضة وتفصل الشاشة. ما جاي تشتغل، تدخلين الكهرباء بس ما تشتغل، يعني باعتبار أنها كوضع الساند باي، نفس وضع الستاند باي، لكن هي مو ستاند باي، مو انتظار. الشاشة تريد تاخذ وتطفى، واشبه طبعا هم كأنما مشغلها على سيريز 40 واط او 50 واط، سيريز نقول عليه 110 مو 110 حسب الواط اللي ينطيها المصباح، يعني باعتبار عبالك كأنما مشغلينها على 110. السبب هذا هو يرجع للمكثفات اللي هي ما جاي تشغل الدائرة كاملة، الطبلة البار سبلي مالة الليدات ما جاي تشتغل، يشتغل اول مره الانتظار والشاشه والتجهيز والعطل مالها وعطل المكثفات. المكثفات اللي اذا عطلت او ضعفت او صار بها انتفاخ بسبب الهرتزيه اللي تعطيها المولده راح يصير ضعف بها بهذا الشكل، راح تنتفخ المكثفه وتبدي كل ما تشتغل الطبله تفصل. ليش؟ لان التيار ما جاي نظيف، فالتيار اللي يعبر بعد الدايودات ما قاعد تنقي المكثفات، فيصير بهاي الحاله تظل الشاشه تطفى وتشتغل. إذا أحسن بقى على المكثفات وركز بيها، هذا هو سبب المولدة. طبعا إذا خفض السلولي والكارت ينطيك 220، لكن الدوران مو صحيح مع المولدة، راح يجيك تيار هو مو نقي، الهرتزية مالته قليلة 40 هرتز أو 45، فيصير اللي يصير بالمكثفات تنتفخ بهذا الشكل، لأن يصير عليه حمل وحرارة تنتفخ. اللي راح نسويه راح نغير المكثفات. عدد المكثفات بهاي الطبلة الضربة هو عندنا هذا المكثف، هذا أول واحد، وعندنا هذا الثاني، وعندنا هذا المكثف الثالث. هاي القيم مالتين 470 مايكروفراد على 25 فولت، و25 فولت أيضا على 470 مايكروفراد، والمكثف هذا الأسود هو 35 فولت على 330 مايكروفراد. لازم نغيرهم طبعا، تعرفون تصليح وتغيير العاطل راح نغيره، لكن بهيج حالات ليش التلفزيونات والطبلة تكون بهذا الشكل معقدة والتغيير دائما، كل ما تاخذ لك سنة راح تغير المكثف بسبب الكهرباء اللي تجيك هي مو نقية. فالحل شنو هو الحل؟ اذا شلنا المكثف هسه من هذا المكان راح القاعدة كلها تخرب تعطل، حتى اذا بودقان حراري او اذا بكاويه نظيفه وزينه. نفتح الطبله بهذا الشكل، تشوفون اخوان هاي المكثفات اللي موجوده هنا ماكو لها اتصال عينات من الداخل، ماكو اتصال، يعني اذا صار عندك بها عطل العطل يكون جوا التغليف مال البورده، فصعب توصيله وراح تذبها، يعني تنشمر وتشتري غيرها، والشغلات هاي اللي متعودين عليها اخواننا الفنيين. فاحسن طريقه هي توصيل اللحام فوق المكثف من الجهه الثانيه، تلحم سلك على الموجب وسلك على السالب، راح تتاكد من المكثفه اللي راح تلحم عليها هاي، والجهه الثانيه المقابله مالته هي هاي، من هاي الجهه الثانيه البنات مالته المخارج ذني الثلين، فهاي الجهه اللي هنا هي السالبه والجو الموجبة. العلامة اللي راح نخليها الموجب هو أحمر والسالب هو أبيض، حتى نلحم عليه المكثف خارج الطبلة بنفس الألوان وبنفس الاتجاهات والأقطاب. نخلي سلك، السلك نخلي عليه سولدر من رأس ماله حتى بسهل تسق بالخريطة بهذا الشكل، ونخلي المجال مال السلك السيمل طالعة من الواير هي قليلة حتى ما سبنا دمج بالداخل بهذا الشكل، ونوصلها ونلحمها. هذا القطب السالب مال المكثف، والمكثف الثاني ايضا راح نجهز له سلك هذا بهذا الشكل، واللحمه على القطب الموجب مال المكثف بهذا الشكل. نعيد عليه السولدر، بهذا الشكل
بحيث ما راح يتقرب من مكان ثاني من بيت ثاني بسبب انه مشكل. هسه اللي سويته وانا طلعت المخارج مال المكثفات بهذا الشكل وما سحبت المكثف. طبعا المكثف اللي عطل بداخل البورده بداخل الطبله هو مكثف عاطل ما يحتاج نزيله ولا نسوي له اي ازاله من البورده، يبقى بمكانه ونضيف مكثف ثاني بنفس القيمه خارج البورده حتى نقدر نغيره باي وقت وبدون ما نسبب مشكله للبورده. بهذا الشكل راح اعلم على المكثف الاول المخرج ماله، وهذا المكثف الثاني، وهذا المكثف الثالث ايضا بهذا الشكل حتى ما يصير عندي اختلاط بالمكثفات بهذا الشكل. وارجعها لمكانها مكان اي في هذا اللي موجود هنا بهذا الشكل. هسه عرفت ان هاي الاسلاك هي للمكثف الاول وهاي المكثف الثاني وهاي المكثف الثالث، لان اي التباس راح يصير غلط ودمج بالفولتيات يسوي لنا مشكله ازلناها. هسه ندي نحضر المكثفات حتى نلحمهن على الاسلاك ذني ونغلفهن ونخليهن هنا موجودات بداخل البورده. هذا المكثف ال 25 فولت على 470 راح الحم عليه الموجب او المرن بهذا الشكل. وهذا السالب اللي علمناه بالشاحن الابيض على السالب اللي موجود على المكثف بهذا الشكل. هذا اول مكثف. هذا الشكل. وهذا المكثف الثاني ايضا راح الحمه السالب على السالب، الابيض على السالب والموجب على الاحمر. هذا السالب طبعا هي اهم شيء القيم تكون نفس اللي موجودات هنا بالبورده. قيمه المكثف هذا 470 على 470 والفولت نفس الفولت. طبعا يعتبر البادي مال المكثف هو سالب فما يصير تخبير موجب، راح يصير دمج. هذا المكثف الثاني 25 على 470 صار عندنا هسه مكثفين. بقى عندنا المكثف الاخير اللي هو 35 على 35 فولت على 330 مايكرو فراد اللي هو هذا. خمسة وثلاثين فولت على 330 نفس هذا اللي قريناه قبل شوية. ونلحم الأطراف مالته.
هذا المكثف الثالث. هسه صار عندنا ثلاث مكثفات، كل مكثف نخليه لاصق ورقي حتى ما يدمج بالطبلة بهذا الشكل. ونضيف له طبعا هذا اللاصق رخيص متوفر منه هواي بالسوق. بهذا الشكل تكون المكثفة حتى ما تدمج على البورد على الطبل. وأيضا المكثف الثاني، ووقت ما يصير نفس العطل راح تغيرهن بكل بساطة. تريد تشيل السولدر منازيلة وتوخر بس المكثفة، تريد تقص الأسلاك بدون ما تفتح البوردة وبدون ما تسبب أي عطل بهذا الشكل. وهذا المكثف الثالث. بهالشكل صار عندنا ثلاث مكثفات طلعناهن برا، وراح نخلين هنا على الخريطة بهذا الشكل وما راح يأثرن على البورد ولا المعزولات. هسه راح نفحص ونشوفها وإن شاء الله تشتغل. إذا ما اشتغلت يبقى عندنا هو الشكل الأخير، هو المكثف الرئيسي ضعيف. هسه الطبلة هي بعدي ما كاملة، ما شديت البراغ مالتها ما كملتها، بس راح أفحصها فحص مؤقت، خاف اكو بعد الإشكال أو المكثف هاي الرئيسية ما تشتغل حتى أغيرها. الحمد لله والشكر اشتغل. وغير ما عندنا اي مشكلة، المكثفات صحيحة. العطل مالنا تأكيد، العطل مالنا هو صحيح. هسه بهذا الشكل احنا الحمد لله قدرنا نتخلص من العطل وعرفنا المشكلة مالته، وغيرنا مكان المكثفات هنا خليناهن حتى ما يسبب لنا مشكله مكان المكثفات التافهه اللي كانت موجوده القديمه اللي بالبورده الملتفه. خليناها بهذا المكان. ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو البسيط، والطريقه المهمه اللي اكدت عليها بالتصليح هذا هو تصليح عادي، لكن كل مبتدئ او محترف هاي الطريقة من يخلي المكثفات هنا هو الشيء الصحيح، ما يغير انه هن بالبوردة موجودات، لان راح يصير تلف. وهواي مصلحين يشغلون يعني يبدل المكثفات ويعطل البوردة، يعطل الطبلة بسبب انه يشيل المكثف، وهذا المكان يعني جدا دقيق استعماله مال مرة واحدة مو استعمال مال هواي. فاحسن شيء تركب على البنات مال المكثف وتبدي تربط ربط خارجي بهذا الشكل. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.